حطيتك محل عحالك يا ما شاء الله يا ما شاء الله عحالك محلك يا محلك عمري ونور فيك لولك أنا لولك والله كنت مشيت بكون
الجبل بالجال بيتو رجال الحارة الدمشقية، تحية لكم، شكرا لكم. برافو، شكرا لفرقة الفرقة الدمشقية رجال الحارة، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم. هذه استوديوهات قناه حنبعل. طبعا اليوم باش ننسيكم في الكورونا، اليوم باش نضحكوا باش نلعبوا باش نعديوا جو حلو برشا برشا، لانه يبدو انه تازمنا شويه من هذه الاوضاع. نحب نشكر فرقه المايسترو منير الغضاب، نحب نشكر كل الفريق التقني اللي معايا اليوم في قناة حنبعل، القناة اللي نحبها واللي اليوم قدرت أني نرجع لهذه القناة اللي كل مكان فيها عزيز عليا، كل شخص فيها عزيز عليا. اليوم رجعت لها ورجعت للمشاهدين اللي يحبوا قناة حنبعل. المايسترو منير الغضاب، رجعنا لبرشا حكايات في قناة حنبعل. إن شاء الله يا ربي يحفظ هذه القناة، وإن شاء الله نكون طالع خير عليها، وإن شاء الله يا ربي تعود أيام زمان. يلا باش نعملوا برشا جو في منوعة الأحد، بالطبيعة في منوعة الأحد باش نعملوا برشا جو، وباش نحكيو طبعا كورة، وباش نحكيو سوبر ستار، وباش نحكيو برايم النجوم، برشا ضيوف، برشا مفاجآت، برشا أجواء حلوة تستنى فيكم عشوية لحد باش تتعدى حلوة. نأكد لكم اللي العائلة التونسية ما هيش باش تزابي اليوم العشية، ويلا
أبدأ باستقبال ضيوفي. طبعاً قبل ما نبدأ في استقبال ضيوفي، يلا سبور يبدأ على قناة حنبعل توا الآن. يلا جيد. يلا بطبيعة نحب نرحب بصديق عمري، خويا الكبير. ما نجمش نعمل مناوعة لحد وما نجمش يكون معايا. أنا سعيد باستقبال الكابو مختار تليلي. نحب نستقبل صديقي وزميلي في قناة حنبعل المختص في الرياضة، خالد شوشان. سعيد باستقبال السيد معاذ بن زيد، عضو المكتب الجامعي لكرة اليد ورئيس لجنة تنظيم البطولة العربية لكرة اليد. معاذ يلا مرحبا. شكرا لكم الكل اللي تشاهدوا فينا على قناة حنبعل. ما تزبيوش، برشا أجواء حلوة، برشا تنتظر فيكم عشوية لحد على قناة حنبعل. كابو ما بستكش فريمو، قعدت لي حاجة في قلبي. احنا دي شبيني مستني، استعرفت الكابو يجي بحذايا نعنقه. صحيح صحيح. اليوم لا، الله غالب الله غالب. اوني ديسيبليني. الدولة قالت ما نسلموش ما نصفحوش ما نبوسوش لمصلحة الناس كلها. مصلحة الناس كلها. توحشت نهار لحد. توحشت نهار لحد برشا 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 برشا. خلى بلاصتي والله، خلى بلاصتي والله. تعرف كابو كان نقول لك حاجة، وأنا نخدم في برامج أخرى أي. الناس توقف لي في الشارع والله خالد، يقولوا لي أمان خليتوا علينا بلاصة نهار لحد. صحيح. خالد شو لقيت الأجواء كي رجعت؟ بون أنا ولد الدار، ولكن الدار زادت غيابك عبد الرزاق وغياب مش غيابي، غياب المجموعه الكل. ديمونش حنبعل على الجمهور نتاعها سواء كان رياضي او ثقافي اكيد خلى بلاصه كبيره. نقولوا عوده ميمونه عبد الرزاق بالتوفيق لك. لا ما ننساش حياتي كامله. طبعا طبعا طبعا. وخاصه عبد الرزاق شنو هذا الاستوديو هذا؟ استوديو ما شاء الله. اوه فريمون يعني فريمون استوديو كبير ياسر. استوديو حلوه حلو ياسر. يلا سي معاذ، الكورونا عامله فينا؟ ان شاء الله. اولا نتمناو معناتها انه تونس تكون ديما بامان اول حاجه. شكرا عليكم ليكم الاستضافه هذه، مصافحه حلوه، وان شاء الله نعديو امسيه جيده معكم ان شاء الله يا رب. يلا خالد نبدأ. وطبعا اكيد عبد الرزاق كما قلت انت في البدايه نساو الكورونا ونساو الهموم نتاعنا، ولا مع انه هم عالمي وان شاء الله ربي يبعد علينا الهم الكل. اكيد ان شاء الله نتجاوزوه بشويه وعي، بشويه ضحكه، بشويه تجنب اي لمس، تجنب اي اشكال، نتجاوزوا كل شيء. ولكن ما نجموش نتجاوزوا الاحداث الرياضيه في قناه حنبعل وخاصه في ديمونش حنبعل عبد الرزاق. واليوم الادوار الثمن النهائيه لكاس تونس واول المتاهلين للدور الربع النهائي مع ياسر المختار شيخ الانديه التونسيه في التسعين. يا رجل يا رجل. اي نعم. على مستقبل مصر في ملعب الشتيوي هدفين مقابل صفر تقريبا في المباراه اللي فاتت في ال 90 دقيقه لعب. باقي مباريات عبد الرزاق ما زالت تدور باستثناء مباراه النادي البنزرتي واتحاد طاوين وفات في البرولونغاسيون وانتصر اتحاد طاوين في ملعب جرجمه بالذات 4-2. فمبروك لطاوين ومبروك للترجي الى حد مبروك للترجي ومبروك لطاوين. شوف الحاجه المتوقعه حاجه اللي توجع مستقبل المرسى وين ماشي في الوضعيه الكارثيه نتاعو من بعد انسحاب او هروب سمير السليمي من تدريب الفريق. الجمعيه رائع هو
هو شوف يعني خالد مش كان المرسى ضايعه برشا جمعيات ضايعه ليه مش نحكي خاصه عندنا احنا عبرت شوف المرسى صغيره المرسى تاريخها كبير ياسر وي وخاصه في كاس تونس يعني فريق كاس فريق كاس وفريق عنده امكانيات كان يعني اشعاع كبير في الضاحيه الشماليه وفي العاصمه وفي كل فريق بلد يمشي له لكن للاسف المسؤولين ما عادش فما مسؤولين تملى بهم يدك ما عادش فما مسؤولين قويين ما عادش فما فلوس خاصه في المرسى نعرف حكايتها بالكدا المرسى مشكلة فلوس ناقصه ياسر مش كان هي اي معناتها يعني جمعيات بصفه عامه في خاصه جمعيات من القسم الاول او القسم الثالث هاول. كلهم كي بعضهم كلهم يشكي هذا يحدث في كره اليد نفس الشيء نفس الاشكاليات الازمه الماليه في كره اليد اعمق اذا أعمق. كان ديما نلقاو الحلول من كره القدم وتعرف عبد الرزاق انه تحب ولا تكره اللعبه الشعبيه الاولى هي كره القدم ديما حتى الاهتمام بالنسبه للمسؤولين ونقول انا التهاتف تاع المسؤولين يكون اكثر باش يكونوا في نقول انا على مستوى المسؤوليه ياخذوا مسؤوليات تسير جمعيات كره القدم بالنسبه لكره اليد المشهد مش ساهل ولكن انت تعرف انه زاد احنا بلاد كره يد هذاك علاش سي دون لي جين نقولوا الجينات نتاعنا تخلي انه كره اليد تلقى المسؤولين اللي يقفوا واضح خي وينو راه الشيف رفيق مان وينو الشيف رفيق يلا كابو عندنا كوجينا راه اي عندنا كوجينا عندنا كوجينا وخاصه اي احذرني هو مزيانه ان شاء الله يطلع علينا الشيف رفيق بعد شويه يكون حاضر الى جانبنا الاجواء قاعده ما عادش قاعدين تشوفوا في الاجواء نتاعنا نهار الاحد رجعنا الكوجينا نهار الاحد لانه بدينا بها نحن 2011 او 2012 ها دونك رجعنا الكوجينا كابو باش الاجواء نتاعنا يلا خالد شنو الصور اللي باش نشوفوها الان؟ نطرح كيو تي بي عن شويه على كاس تونس ولكن الحدث اللي صار البارح تعرف انتخاب السيد وديع الجريء على راس الجامعه التونسيه لكره القدم لمده نيابيه ثالثه فمبروك للسيد وديع الجريء بهذا الفوز لانه كانت قائمه واحده مبروك قائمة واحدة وكانوا تاخذوا ما توفرش فيهم الشروط القانونية على كل 12 سنة السيد وديع الجريء خلود لحظة ونرجع لك على وديع لأنه مهم إعادة انتخابه وأعتقد أنه برشا كلام تقال نرجع لك خليني نسمع رأي الكابو ونرجع لك بعد لأنه الكابو نعرف تاريخه مع وديع ونعرف الحاضر متاع وديع ونعرف دفاع حب لا حب الكاب والوديع وتراه أن وديع ساي معناتها باش يفيد الكره التونسيه طيلة السنوات القادمه ولا لا؟ شوف هو الناس هذوما في المناصب هذيا يحاسبون على انجازاتهم على انجازاتهم لا نحبك لا تحبني ما عندناش لا باش نعنصوا بعضنا لا باش نعطيك بنتي لا باش تعمل معايا شركه فما نتيجه انت ناجح ما فماش نتيجه انت فاشل وديع الجري اعطينا وديع عارف هذيك وديع الجري ايش عمل والتوانسه الكل يعرفوه وحتى التوانسه حتى اعدائه ما عادش يحبوا يحكيوا فيها على خاطر ما عادش عنده ما يحكيوا لان اللي الانجازات اللي عملها على مستوى البنيه التحتيه على مستوى الماديات مدخول الفلوس على مستوى الترتيب المنتخب التونسي في على القائمة 27 وصلنا في 2018 لمدة 10 أشهر وتونس 14 مونديال مش سهل مع نبيل معلول مبروك للسيد مبروك 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 يسحق كل خير يستاهل كل معلول خذ المنتخب السوري أي. أنا يعجبني من نبيل معلول رب الحق أنا يعجبني أنا نعتقد أنا توافق خلود نرجع لك انت بعد هناك اشكال نرجع لك على مستوى الميكرو هذه هي ظروف ربي كابو نحبك صريح والله صريح صريح ونحبك تقول ونحبك تقول معلول كي تنحى من ليكيب ناسيونال خساره ام لا؟ خساره كبيره للمنتخب التونسي على خاطر احنا في نص المشوار وقت بدات الفريق وقف على ساقيه وبدا يكور مش مشكل كان الاعداء النجاح يحكيوا على الاربعه بتاع بلجيكا هاو كان اعداء النجاح هذاك هو نبيل وذاك هو وديع هل هما اللي تحدثوا على ذيك لان احنا نبيل لا بالتراضي وديع نحن بالتراضي اذا تفهموش ايه ضغط اعلامي يا تفضل ايه يعني التداول على المناصب انا في اعتقادي نبيل خلى بقعته ونبيل لو كان استمر راهي تونس احنا لبس علينا هذا هو المنتخب التونسي لبس علينا عندنا حتى اشكال لكن
المستقبل هو اللي باش يحكم على اداء نبيل وعلى اداء المدرب المنذ الكبير وعلى اداء وديع الجري وعلى اداء الاداره الفني في الجامعه ولا الاداره الفنيه في كره القدم. كل هذا المستقبل باش يقول لنا. يلا كان حاضر عندي روبورتاج اقوى اللحظات والسلعات الرياضيه اللي صارت. خلينا نفرهدوا شويه الجمهور لانه حاجه مقتله بالضحك. كابو تضحك. يلا خلينا نشوفوه ونرجعوه. نايم سليتي مساك الجول. جول يلعن. شنو هذا؟ شنو هذا؟ لعنة الكرة اليوم على المنتخب التونسي. وتفوت الكرة، الكرة بتفوت وهدف، ما هدف شطها في العرض. الحمار طارحت سيها اليابانية فازت على خصمها بالمباراة، لكن على ما يبدو طبقت هذه اليابانية المثل يقول علمك الرماية كل يوم، فلما اشتد شاعده مدري وش ولو كانت جاها مدربها يهنيها ويتشيله فوق وترضخه، هو يقول هو يتشيله فوق وترضخه. أعوذ بالله يا ولد، حتى هو مسكين حقها الضرب. أي بالله، وهو يشيل العلم يبي يتخابر يعني هذا ها، وهو يتشيله النوب وتركض له. أعوذ بالله من الشطرجي، مسعورة هذه انبلت. جهة اليمنى بوجود لاعبين يجيدين أو خلاص خليها تمشي زي ما هي. مشعل لبس جولتي ويلبس الكوس بعد خطرة يلعبها بينية جاسم إلى سباح. سباح يتجه فيها ويعدي صفوف الدفاع ويكمل وقول وقولك قصدها. الله عليك الله عليك، متألق دائما يا مشعان في كل المواقع، متألق. العبها واستغل وقت يا مشعان ويهجم. ليش تهجم يا مشعان؟ عط الكرة حق غيرك، لا تحق الكرة، لا تحقنها، صرت قولت يا عملنا بالله. شكو تهجم ويعدي بس خلاص يا مشعان. لعبتها يا مشعان وانقطعت. نخلي الجول يتيم. ليش نخلي الجول يتيم يا مشعان؟ جول عبست الدنيا يا مشعان. شلون قولتي وتهجم؟ جابك شنو جابك؟ عندكم يا شباب، عندكم يا صينة. رجعنا للاستوديو قناة حنبال. رجعنا يلا خلودة. البارح البطولة العربية لكرة اليد كان النهائي البارح قطري سعودي على ما أظن معاذ بن زيد، ونحن نعرف ونختاروا الضيوف متاعنا، راهو مش يعني ارتجالا نجيبوا الضيوف متاعنا. خلينا نقول ان جرون برافو للجامعة التونسية لكرة اليد، وان جرون برافو للاتحاد العربي لكرة اليد اللي قاموا بدورة متميزة رغم الصعاب الكل متاع الكورونا. البارح صار النهائي بامتياز، ولكن الامتياز فين يصير عبد الرزاق؟ وقت اللي يفشل السياسي على لم شمل الشعوب الكل حول راية واحدة. الاتحاد العربي والجامعة التونسية البارح نجحت في أنها تنسي أشقاء السعوديين أشقاء القطريين في المشاكل السياسية متاعهم، وكان اللقاء كروي ومتميز. والأكيد من نجم يحكي عليه كان سي معاذ بن زيد، خلينا نقول العضو الجامعي رئيس لجنة التنظيم البطولة العربية وعضو بالاتحاد الدولي في كرة اليد. سي معاذ ذيك الكلمة. صحيح خالد، كان دورة شيقة في النسخة هذه، عدد 15 البطولة العربية لأندية الفايزة بالكؤوس. عرفت أولا مشاركة نادي الإفريقي في المئوية نتاعو، من سوء حظ جمعية نادي الإفريقي اكتفت معناتها بالمرتبة الثالثة دور نصف النهائي، وكان دور نهائي قطري بين نادي الشمال ونادي العربي. ونادي الشمال كان فاز بالكاس، نادي الخليج السعودي معناتها مركز الرابع. وكما قلت احنا اللي ممكن تفرقوا اهل السياسه، احنا اهل الرياضه معناتها نحاولوا نعملوا مجهود باش نوحدوا الصفوف. كان دوره ناجحه واحنا فرحانين اولا انه اعطينا صوره باهيه معناتها لكره اليد العربيه، وخاصه في الظرف الصعيب. تعرف الدوره خالد لما لعبنا الاشكال هذايا، اشكال اللي تو تفشى على المستوى العالمي ظهر. الحاجه حبيت نحيي ونشكر ضيوفنا العرب انهم اصروا على استكمال الدوره هذه، وكانت معناتها بالنسبه لنا دوره ناجحه
مبروك نادي شمال قطري. اكيد مبروك نادي شمال القطري ومبروك لتونس بنجاحها في تنظيمه، ولكن تمنينا انه الافريقي يكون هو الطرف النهائي، وتمنينا انه الافريقي في المئويه نتاعو يهز بطوله عربيه على الاقل في كره اليد، ولكن الافريقي مش يبقى اسم كبير وباش يبقى الجمهور نتاعو كبير وكبير ياسر. فان جرون برافو الجمهور الافريقي اللي تابع الجمعيه نتاعو لحظه بلحظه في كل المباريات. فقط بالله ارحموا النادي الافريقي خاصه الرئيس نتاعو، لانه الافريقي يلعب من غير رئيس، الرئيس مستهتر بين ظفرين سي المختار عبد السليم اليونسي، مع احتراماتي ليه ومع احتراماتي لشخصه ما ينجمش يكون رئيس في حجمه وفي قيمته وفي عراقه النادي الافريقي هذا الهرم الكبير. سي خالد، شكون اختاروا؟ جمهور النادي الافريقي اختاروا، جمهور النادي الافريقي اللي اختاروا جا وحده هو. اذا كان مش تقول لي 150 هي الجمهور اختار، هو ما كانش معاك مستوى الافريقي ما وقت اذا هو مش في المستوى. لا هو 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 انسان يعني خدم في النادي الافريقي سنوات وسنوات، وانسان صرف ونسين انسان صرف برشا فلوس. اقوى منه اقوى منه اكيد اكيد اقوى منه اكيد. الفرق كلها تعاني يا مان. اما بالنسبه يعني اقوى منه يعني اقوى منه اقوى منه للوبي للوبي الموجودين في الكلوب اقوى منه من ناحيه من ناحيه ثانيه. لكن سي المختار تحكي على اللوبيينغ وتحكي على رئيس نادي افريقي، فانه هو عارف روحه يا عبد الرزاق من اول لحظه على الجي، يعني عارف كل كبيرة وصغيرة. زيد الكلام عليه واضح. يلا اعطيوني أقوى تصفيق على الشيف رفيق. رفيق الشيف رفيق، أنا عندي سؤال خطير ليك وعلى الطاير، وسؤال خطير. أنت من مؤسسي قناة حنبعل، بديت من أول محلة قناة حنبعل ثم غبت طيلة هذه السنوات، اليوم ترجع لهذه القناة. أنا نحب نسأل شعورك فقط وانت داخل بكرامتك المبنى قناة حنبعل. فرحة كبيرة برد عبد الرزاق، ما تتصورش وقت لي حلولي الباب ودخلت بالكرهبة، فيلم تعدى في مخي، فيلم بتاع التاريخ. شنو الصورة اللي جات في بالك رفيق؟ إحساس شنو الحاجات الشريط اللي دار في أول كوجينة حلت في حنبال هي الكوجينة الصفراء مع كوثر الباردي. ذي قدمتوها أنت وكوثر الباردي. أي. كوجينة في رمضان هذه؟ لا كوجينة نورمال عملنا كل يوم نتعدى كوجينة. يعني حبيت تقول لي فما كوجينة كل يوم في قناة حنبال خارج خارج رمضان معناتها؟ نعم قبل رمضان. ذي ما نعرفهاش. أنا وقتها مانيش موجود. لا ماكش موجود حنبال. أنا مانيش موجود وقتها. في حال نقول السادة النظارة مرحبا بكم، وأنا فرحة كبيرة باش نكون ما في ديمونش حنبال مع عبد الرزاق. برافو عليك. رفيق فما كلمة وأنا وقتها نتفرج فيك، فما كلمة تشهرت عند رفيق. هاي شكون يطلعها؟ رفيق؟ شنو هي الكلمة رفيق؟ رفيق مش بالباز. رفيق مش بالباز. رفيق مش بالباز. يلا رفيق شنو باش اليوم المشاهد ما تعرف الكورونا ونحب ننسي الكورونا، انا المشاهد نحب ننسيه. شكوني هذه ما نعرفهاش؟ الكورونا ماهيش مراه سي رفيق. ربي يسترنا. شو باش نطيبوا له اليوم؟ كل باش نحاول في كل حصه باش نعمل موضوع على خضره ولا لحم ولا اي حاجه كانت. اليوم الموضوع نتاعنا على البسباس، دونك باش نعمل حاجه هو نورمال البسباس نطيبوه، مرقه بسباس، كسكي بالفرفوشه، الحوت المحشي بالبسباس. اليوم حوت محشي بالبسباس؟ اي حطوا في كرسي يا رفيق بالبسباس. حوت محشي بالبسباس؟ اي بتعرف هيك؟ عمري ما سمعتها. اي دي لو الحوت. اي في 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 كرشه يحطوا البسباس. تعرف ايش؟ ما عمري ما ريت. يا جديدة بس. لكن او باش نزيد ندهشك. موجودة. كابو خلي كابو باش اقل باش كابو يخدم الميكرو نتاعو. الحوت هذايا القاروس عمرك سمعته؟ اول مره سمعتها. قال لك اول مره كاب لو فنوي معروف قاروس. ما نعرفوش. عندك طلعه اخرى رفيق. لكن باش عندك طلعه اخرى رفيق، عندك طلعه اخرى. لكن باش نزيد ندهشك وهذه حاجه باش نزيد ندهشك وهذه حاجه عمرها ما تعملت، هي لازانيا بالبسباس.
لازانيا بالبسبيك يا منير يا مايسترو كليدة هذه لازانيا بالبسبيس والله وديما وديما رفيق مش بالباز رفيق أقبل على رفيق يلا نرجع لك رفيق نرجع لك نرجع لك يلا نرجع لك أيوة خلودة يلا شنو عندنا يا أخي والله نعطيكم شوية نتائج على التاير نتاع الدولة الثمنيائي إيش قلت لي أكلة تقليدية أخرى زادة يعملوها في جهة الوطن القبلي وفي نابل خاصة هي فلفل بالبصل فلفل بالبصل توا وقت البصل بوتبقى يا عالم مش قابلني يا رفيق فلفل بالبصل يعملوه بالفلفل بالبصل بوتبقى يا هكا هذه أكلة تقليدية من جهة نابل نجيب حذاك توريني حاجة ما أنا أمان تحت تصفيق خلينا نمشي بحذاك حد الراحة حاجة أمان كابو إجا معايا كابو إجا كابو إجا كابو إجا يا كابو يا رفيق أهلا بسي رفيق البوسنية أهلا وسهلا بك أمانة رفيق نفرح بكم شنية تو باش تفرح بينا بالجيل نفرح بكم نفرح بينا بالجيل لا رفيق عمره ما كان بالبال أنا خايف لزفر علي يعطيني ورقة حمراء والله والله لا وينه البصل رفيق هاو البصل هاو البصل هذا البصل بوتبقاي هذا يسمى هذا بوتبقاي جديد جديد توا يهبط وهذا اللي باش نعملوا به الفلفل بالبصل يكون حار وفي الاخر يتحط العظم ناكلوه بالخبز اي بالخبز يتاكل بالخبز بالخبز كي العجه يعني بالعظم كي اي كي العجه لكن هي بصل وفلفل وهريسه وطماطم فوالا الشكشوكه النبليه حاجه اخرى تختلف الشكشوكه النبليه ما فيهاش بصل طيب اسمع برشا نسيت باش يتفرجوا فيك ايوه باش يقولوا رفيق وينجموا يعملوهم الحاجات هذوما ببساطه سهله مهله سهله مهله معناتها تعطينا الوصفة فيها الوصفة تتكون من بصل مقصوص جويد هذايا هذا جويد هذايا جويد والبصل هذايا نقسموه في أربعة في الأخر بالكل طماطم معجونة وهريسة وفي الأخر ملح فلفل أكحل بيان سور وفي الأخر العظم واضح علي باش يعمل كوجينة في رمضان علي خوي نعمل أنا وياك كوجينة في رمضان نعم يلا نواصلوا سيدي نواصلوا شو رفيق رفيق خويا رفيق يلا جاه ربي يا منير جاه ربي توا الكابو بلبصت له الدنيا راهو توا لسعد القبي غادي فوق في الرجيره وقالب الدنيا توا اما مازال قال لي امان على حسبي وداد امان يحب يسمع شويه طيب معاك والاخت الكريمه على حسبي وداد خلي يعمل لك عبد الحليم على حسب الوداد هي كلمة هذه ظروف المباشر راهي صحيحة راهو على خاطر راني نغدر وراني نقول أعملوا هذه وهي مش محضرة نغدر المخرج ونغدر منير ونغدر خالد وساعات الكف ونغدروا ونقول هذه ظروف المباشر الله غالب بربي بربي مش هذا هو عبد الرزاق الحقيقي يضر اللي كان ذاك ما هوش عبد الرزاق ما هوش عبد الرزاق عودها عودها كفو عودها ما هوش ما هوش عبد الرزاق يلا خلوده يضر عندك بعض النتائج نعطيو بعض النتائج النتائج الحينيه نتاع الدوره الثمنيائي لكاس تونس النجم الساحلي متقدم في المتلاوي على النجم المتلاوي 1-0 النادي الصفاقسي متقدم 1-0 على الجمعيه الرياضيه بجربه والمفاجئ الى حد الاخر يعني نقولوا لاني مش مفاجئ لانه كي نحكيو على قفصه ونحكيو على القوافل الرياضيه بقفصه راهي جمعيه كبيره وجمعيه دمدومه وعندها تاريخها وامجادها ولكن بعد شويه على الاضواء قاعده حابه ترجع من بوابه الكاس رابحه البقلاوه رابحه الملعب التونسي ثلاثة
3-1 في الشوط الثاني تقريبا 60 دقيقة لعب، وشوط أول انتهى بين الاتحاد الرياضي المنستيري والنادي الإفريقي 0-0 يا عبد الرزاق. لحد الآن هذه هي النتائج الحينية الشابة رابحة ممكنين سبورتينغ بن عروس 2-0 وكيف كيف فما جمعية أخرى رابحة 1-0، القلعة هي رابحة وديد الحامة هدف مقابل 0، هكا بنعطيو النتائج الحينية لكل يا عبد الرزاق. كابو أحسن حارس أنجبته تونس شكون؟ أحسن وما تبدليش ماني نعرفك باش تقول لي شكري الواحد، ماني عارفك باش تقول لي شكري الواحد، شكري الواحد. يلا اعطيني استنى كابو، خذ الميكرو ما يسالش الظروف المباشرة، خذ الميكرو يلا. انا صحيح نحب الترجي ونحب شكري ياسر ياسر، لكن نحب عتوقة اكثر منه. يا زعل يلا كابو ما عليك يا كابو، لان عتوقة هو خلق الحراس الكل. هو رينيت عتوقة انت؟ خدم معايا عتوقة كمساعد. خدم معاه؟ في الكلوب في نادي الفيخ يحب المدرب حراس. خدتي دربت الكلوب؟ عامين. وما تحبش الكلوب؟ لا مش ما نحبش الكلوب، نحترم الكلوب اما نحب الترجي. تحب الترجي هذيك الأول؟ هذاك دمي روحي حياتي فادي عيني. أقوى الأفريقي نحترمه وخاطر كليت الماء والملح معاهم وعشت معاهم وفرحت وتغششت مع نادي الفيخي، لكن كل حاجه في بقعتها. يا كابو انا نحب السنة نخرج منك حاجه، خاطر انا نعرفها، انا نعرف طيبتك ونعرف الحاجات الباهيه اللي فيك عايشك. وساعات في يعرضوني ما تعرف جماعتك جماعه الكره، اسمع ديما باهي ردوم مش باهي ولا التنبيه لازم نبدا نحكي عليك، نقول لهم راهو عندكم حق ما تعرفوش الكابو والطيبه والانضباط والانضباط سامحوني والاخلاق اللي في الكابو اللي في مختار تليلي. الناس الوجه ذي ما يعرفوش، انا نحب نبرز هنا، نحب نوري الكابو الحقيقي. شوف انا عندي وجهي والله العظيم يا كابو، انا عندي وجهي وجه المحترف مدرب الكره المحترف 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 واللي هو ما يعجبش ما يعجبش برشا ناس ما يعرفوش الا من اللي خالتك يعرف الكابو. اما الناحيه الاخلاقيه والناحيه التربويه والناحيه كل هذيك انا حدث ولا حرج، انا نصفق له الكابو يعني اشكال. يلا قداش عندك مريتش عتوقة؟ فما 6-7 سنين. سبعة نوريك تصور عتوقة. عتوقة نوريك صور من عتوقة، رمز من رموز ذكريات حلوة ياسر مع صادق ساسي عتوقة في احلى اللقطات. يلا نشوفوا مع بعضنا، يلا نشوف. هو عن ولعه الكبير بكرة القدم وحراسة المرمى على وجه التحديد منذ بواكير الشغف، تعلق الطفل فيه بصد الكرات وحراسة حلمه والمرمى لا بتسجيل الأهداف، لكن هدفه الأسمى سيسجله مرارا وبأحرف من ذهب طيلة مسيرته الزاخرة الثرية في حراسة مرمى النادي الإفريقي والمنتخب منذ العام 1962 لتبدأ أسطورة حفظتها الأجيال. عتوقة الحارس الأسطورة اسم متفرد وعلم تونسي شاهق لمع نجمه في سماء كرة القدم وأرضية الملاعب حتى طوت شهرته الآفاق في تونس وإفريقيا والوطن العربي والعالم بأسره. صادق ساسي القائد واللاعب الأساسي الإمبراطور كما يسمى أيضا، هو ملحمة المرمى والحارس الأمين والحصن الحصين لمرمى المنتخب والنادي الإفريقي، اسم لم يفقد بريقه رغم تعاقب السنين والأجيال، وحفظ له عشاقه كل الحب والاعتراف بالفضل في ملحمة الأرجنتين في كأس العالم، وهو عرابها وركيزتها في مقابلات الترشح والتي كان آخرها في 11 من ديسمبر عام 1977، وتلك الملحمة التي لم تتكرر والتي كان فيها عتوقة حاضرا بقوة رغم صدمة الغياب أو التغييب في ملاعب الأرجنتين بسبب خيارات المدرب عبد المجيد الشتالي حينذاك. عتوقة ذاك العملاق الواقف بثقة على خط المرمى أو الطائر برشاقة ليصد كل الكرات الخطرة مهما كان مأتاها، حارس الحصن وخط الدفاع الأخير عن شباك الإفريقي والمنتخب، يذود عنها كما تذود الأسود عن عرينها، تراه دوما يوجه رفاقه وينظم الصفوف ويشحذ العزائم إذا أصابها وهن. عتوقة صانع الفرجة وألوان النصر في زمن الأبيض والأسود وزمن الألوان، تعرفه جيداً ساحات المستطيل الأخضر والشباك العذراء
وشارات القيادة وعوارض المرمى وصيحات الجماهير والهدافون المهرة من طراز تميم وطارق ذياب والجوبانتيني في مقابلات الديربي مع الترجي ومن طينة المغربي فراس والجزائري دحلب والمصري حسن شحاتة والبرازيلي ريفيلينو هم يتذكرون ويذكرون حتما اليوم صده العنيد إثر هجمات كاسحة أو ضربات جزاء لا جزاء فيها حين يملأ عطوجة بوقفته المهيبة كامل خط المرمى. مسيرة رياضية ثرية بالألقاب والانتصارات وتشريف الراية الوطنية وملحمة كروية خالدة لقامة قد لا يجود الزمان بمثلها، استحقت بقاءها منحوتة في ذاكرة التونسيين والعرب والأفارقة مع تواضع جم ورفعة أخلاق يشهد بها كل من عرف الصادق ساسي عن قرب، وجعلت منه ومن مسيرته مثالا ومنوالا يحتذى لدى لاعبي وحراس المرمى اليوم. إنه اللاعب المحترف قبل زمن الاحتراف، إنه الحارس المختلف وليس حوله اختلاف، إنه الأسطورة الحية أطال الله في عمره، إنه الصادق ساسي عطوجة. برافو خالد، رجعتنا للذكريات حلوه. كابو أكيد عطوجة في دولة الإمارات، في دولة الإمارات يشتغل على روحه. يعني سؤال خطير لكم، علاش في البلاتويت ما راهوش؟ مش عايش هنا. ليه مو يجي قولوا لي؟ ليه حضر قبل في بالمكشوف والتعمني ولا دعوا فيه، من عايش خبرة مش قاعدين ياخذوا منها. القول يضرب شفت عنده مشاريع ولا محاله يخدم على روحه وكل شيء ولا كل شوف. عطوجة رمز كبير في تونس، عبد الرزاق كيف برشا رموز، كيما العقربي ان شاء الله ربي يشفيه ويبقى معنا ساحر الاجيال عائلته محفوظ يا ربي ان شاء الله ربي يشفيه. عطوجة رمز من رموز كره القدم التونسيه، وحتى واحد ما ينكر الشيء هذا، كيف المرحوم عقيد، كيف تميم ربي يطول في عمره، طارق ربي يطول في عمره. كره القدم التونسيه غنيه عبد الرزاق، وخارج برشا اسماء اكيد تنجب برشا اسماء، وخاصه على مستوى حراسه المرمى. راه حراسه المرمى راهو ما عندناش مشكل في تونس على مستوى حراسه المرمى، خاطر وقت اللي تحكي على عطوجة خلى من بعده اجيال واجيال، وقاد الاجيال اللي من بعد يظل كي نحكيو زاد. شكرا الواعي. خليني نمشي للجائزه الكبرى. الجائزه الكبرى اللي تعودتوا بها في منوعه الاحد، وكانت السباقه في وضع في منح هذه النوعيه من الجوائز، نقصد أنه ديمونش حنا بعد دائما يعطي كرهبة، والكرهبة طبعا موجودة في الاستوديو. إن شاء الله باش تكون الكرهبة ذي من نصيب أنت اللي قاعد تتفرج فينا في عشوية الأحد. إن شاء الله يا ربي تكون هذه السيارة من نصيبك، سواء السيارة هذه أو سيارة أخرى. أنتم اللي تتحكموا، هذه موديل نوريه فيكم في السيارة، ولكن أنتم اللي اللون اللي تحبوا عليه، اللون اللي تحبوا عليه يجيكم، اللون اللي تحبوا عليه. ابعثوا اس ام اس على الرقم 85 98. اعيد، تنجموا تبعثوا اس ام اس على الرقم 85 98 باش تربحوا كرهبة في منوعة الاحد. انتوما الناس الكل صغار كبار، يعني تبعث اس ام اس تسجل روحك من الان اذا تربح كرهبة، تقريب السوم نتاعها فوق 40,000 دينار. الكرهبة ذي عبر الاس ام اس 85 98. ونحب نستقبل مباشرة الفلك العالمي عمار الورتاني. إذن عمار الورتاني اللي باش يرافقني في هذه الأعداد من منوعة الأحد هو اللي باش يقدم لكم الحظ بطبيعة الحال، الحظ الهوروسكوب، باش نشوفوا مع بعضنا الحظ. وأبدأ بالطبيعة ساعة نسلم عليه. عمار أهلا وسهلا بك. سي عمار مرحبا بك، شرفتنا في منوعة الأحد. يلا ديمونش حنا بعد تقول لك إذن سي عمار في ديمونش حنا بعد طبعا باش ناخذوا الحظوظ، ونحب نبدا بالحمل. الحمل الحمل الميكرو سي عمار نزيد نزول فوق شويه. كي برشا
باب الرزق مفتوح قدامك، عمل على ربي تنال مبتغاك وتبدأ راضي بإذن الله. العاطفة نظرة التفائل عندك، الفرحة على كل من يريد ويقابلك، شخصيتك المحبوبة تخليك برشا مشاكل وتقرب لك وتقرب منك الناس. الصحة انتبه لصحتك وركز على النظام الغذائي اللي قاعد تتبع فيه. الثور هذا الحمل، هذا الحمل كملنا الحمل، نمشي. برافو، نمشيوا للثور توا، نمشيوا للثور. الثور رقم اثنين، انت انسان ذكي برشا لكن لازمك تاخذ كل الاحتياط من كل كبيره وصغيره. حل عينيك ورد بالك واعرف وين تحط ساقيك. هذا جماعه الثور سي عمار. الثور يلا اللي بعده. العاطفه بقله اهتمامك تخسر الحبيب، واذا واحد خسر الحبيب ومشات فيه في واضح. ميكرو ما تنساش الميكرو دائما. الصحه بدنك في حاجه للراحه، لازمك توفر اكثر وقت للنوم. رقم ثلاثة، الجوزاء، الشيء اللي يخليك تخسر ناس باهية ويتمنوا لك الخير، ننصحك تراجع روحك، اصبر قليل وما تاخذش قرار مصيري. اعرف الشعر هذا بالنسبة للجوزاء. يلا العاطفة، الشخص اللي تجري وراه حاليا ماهوش شريك حياتك، ننصحك تخمم بمخك مش بقلبك. طبعا الالماني يقول لك مان موز زين كلمه كوبفين اوند نيكت متيرتس. يا عمر تتكلم بالالماني انت؟ اوي الناس كل يعرفوا الشيء هذا. عسلامة بالالماني. شنو؟ الصحة صحتك في تدهور. يا حبيبي سي عمار شد الميكرو بالكدا. اي عسلامة بالالمان. اين فوند شون غوت مورغن ماين ماين فرونت. زعما صحيحة ولا لا؟ الكرة 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 كرة القدم بالألمان. كرة فوسبال. طلع عمار ألماني وأنا ما في باليش. يلا هاي. لا أنا ثقافتي ألمانية مش فرنسية. هلو. دانكي شونغوت دانكي وزيل. آه بالألمان مش يقدموه البرنامج يضري. يا سي عمار نكملوا هيا اللي بعده. أزو العاطفة، الشخص اللي تجري وراه حاليا ماهوش شريك حياتك، ننصحك تخمم بمخك مش بقلبك، كيما قلناها ايش يقول الألماني. واضح. الصحة صحتك في تدهور واضح. رقم أربعة، ينتبه معناتها فما تدهور. أوي لازم يتلاها بصحة. السرطان. السرطان نقص من الكبرياء وسامح، الناس الكل تغلط والدنيا هذه يوم إليك ويوم عليك. سرطان هذا. أي واضح. أعطيوني التصفيقة على السرطان. جماعة السرطان يتفرجوا فينا يا وجد. العاطفة العاطفة تمر بمرحلة شكوك في العلاقة مع الحبيب، وسع بالك وما تفقدش أعصابك. الشكوك إذا كان جاتك الشكوك لازمك تكون حكيم، لازمك تكون دبير، لازمك تكون تعرف وتحلل الشكوك متاعك، هل غالطة ولا صحيحة، وهذا شيء ما نجموش اللي جي. إذا ما تشكش بالغالط ترد بالك. أما بالنسبة للصحة، ألام وثقل في الأكتاف وأسفل الظهر. ردوا بالك واضح. ينتبهوا شوية. نمشي واللي بعده سي عمار. الأسد كما نقولوها السيد يبقى سيد حتى يكبر. زعما اسمه يرح. اسمه سيد. اسمه سيد. زعما زعما أوي. أنت تعيش في مرحلة صعبة وكاسحة وما ثم شيء يجيب السهل، أسلوبك مع المشاكل يستحق التقدير. حكيم يعرف كيفاش يحل المشاكل نتاعو. ظهر في معاذ أسد. بحكمة. أسد معاذ. أي أي. آخر برج. برج الحوت. الحوت مازال حوتك مش كبير. العاطفة. أعرف وين تحط ساقيك لأن أقرب الناس ليك أصحاب مصلحة. الصحة. انتبه لصحتك وسلامة قلبك وخذ الأدوية نتاعك في أوقاتها. هذايا؟ هذايا الأسد ديما الصحة. ديما الأسد. أنت يا أسد. يقول لي عاد أنا سي عمار. يا مشكلة. أنا نحب نشكرك علاش أنا قلت السيد يبقى سيد حتى كي يكبر، لأن اللي يكلم فيك سيد. ولا سي عمار غير ما تاكلناش يا سي عمار. يلا باهي نمشي اللي بعده. العذراء، حظ روحك إن شاء الله، عامك مليان بالمفاجآت،
تبسم للدنيا، الخير في طريقه جايك إن شاء الله. بالنسبة للعاطفة ديما تحصل لك صدمات مع الشريك، كون صبور وحكيم، ما تسيرش ما تسيرش العلاقة متاعك بالخطأ. أي هذا العذراء. أي الصحة. المفروض عليك تقي نفسك من كل المخاطر. واضح. اللي بعده مش مازال لنا؟ مازال رقم 7 الميزان. 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 أنت ياسر قلبك باهي وربي يعطيك ما تتمنى. جات على قد قلبك. والله جيت بالضبط. وضعك المادي في تحسن. وضعك المادي في تحسن بالعمل الجاد والصبر، تنال اللي تحب عليه، ربي يعطيك ما تتمنى. خالص ولا مش خالص؟ اي اي. برافو عليك. العاطفة علاقتك مع الشريك صافي وجيدة. لا ما تخليش الناس على الاخر كاب. والله العظيم يموت عليها. ما تخليش الناس تدخل بيناتكم، لان اذا دخل القيل والقال. واضح واضح. والحمد لله. يلا نمشي. بالنسبة للصحة، صح صحتك تاج راسك، ما تسلمش فيها إذا خليتها تخليك. لأن الرجال نحن بعض الساعات اللي يبكيبك على صحته، وصحتك فعلا إذا خانتك، إذا خانتك سيء. الإنسان أول ما يخسر يخسر شريك حياته. الصحة هي الساس. طبعا طبعا طبعا. طبعاً اللي بعده اللي أي بعده أي. طبعا واذا اللبيب من اشاره يفهم حديث نقيس. العقرب العقرب. انتبهوا جماعه العقرب، انتبهوا مليح. انتبهوا مليح. اسعى وما تكونش معزول، اخرج من خوفك، انت تحقق اللي تحب عليه. العاطفه بدايه علاقه جديده، كون هادي باش تتاقلم مع الشريك، هدي اعصابك. اي الصحه اعمل الفحوصات اللازمه، خير من اللي تبقى مطمئنة كاكب الفارغة. واضح. برافو برافو. يلا اللي بعده. القوس هذا وقت كاسح وصعيب، والدنيا عاكستك، ما ثم شيء يجيب السهل. انت قاعد تعمل اللي عليك وتعبك مش يمشي خسارة. يا برج القوس ما تأيسش، لازمك تواصل في الطريق الصحيح. واضح. العاطفة مش مازال لا سي ما عاد شيء ما عاد شيء. الاخرين لا مازال مازالوا ثلاثه، تحب نكملوهم من بعد نكملوه؟ لا كملوهم توا كملوهم توا. يا تصحيح كبير منكم، انتبهوا مليح للفلك يا عمار الورتاني واللي يقولوا الكل انتبهوا مليح. يلا. العاطفه الشخص اللي انت في علاقه معاه يخونك وما تعملش عليه، تخاف لا تجيك طعنه في الظهر، وهذه تكون كاسحه وصعيبه. حل عينيك، كانك دبير دبر على روحك. هذه تخوف الحكي. الصحة ابعد عن الخمر والتدخين. واضح. اللي بعده. الجدي. الجدي رقم 10. حاول تعالج مشاكلك في العمل في أسرع وقت. الناس اللي غيروا منك يتمنوا طردك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأعوذ بالله من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. واضح. العاطفة أتأكد من شكوك الشريك قبل التسرع في أخذ القرار. الصحة مارس الرياضة في الصباح وأنت ما عادش ناشط كالعادة. واضح. مش مازال. يلا نكملوا كملنا. يلا. الدلو رقم 11. رغم الانضباط والعمل الساعات متأخرة، تشعر ديما بحقوقك ضايعة ومهضومة. العاطفة أنت عاجز عن تلبية طلبات الشريك، وهذا يصعب الأمور ما بيناتكم. الصحة حالتك الصحية متدهورة، لازمك تتولها أكثر. واضح. يلا اللي بعده. عمار الورتاني. يلا يا سيدي. رقم الحوت رقم 12 الأخير. الحوت معاذ حوت. أي انتبه يا معاذ. الصحبة الصحبة مش بالكثرة، لكن بشكون تلقى وقت الغسرة. صاحبك وقت الغسرة تلقاه، سنو ماهوش صاحب. العاطفة الوحدة مش ديما باهية، العلاقات والأصحاب شيء ضروري.
الصحة حالتك الصحية في تدهور واضح. هذوما أبراج هذا الأسبوع. أبراج هذا صحته متدهور. ما لاش نقول أنا يا ودي. كان معاذ وجهه أحمر يعمل هكا. أنت لا إذا ما يردش باله، إذا ما يردش باله لابد من الاحتياط. شكرا عمار الورتاني ياك ما زلت إلى جانبنا. يا رفيق قالوا لي تعرف تغني يا رفيق. قالوا لي أم كلثوم. نعرف نسمع. ما تعرفش تغني؟ لا. أي وين وصلنا في التطيب غادي؟ الشكشوكة قريب تحضر؟ الشكشوكة هذه اللي الفلفل بالبصل اللي حبينا. فلفل بالبصل. شو توريونا راهم بعد باش اللي في دارها المرأة اللي في دارها تتأكد. نحضر في الصوص اللي باش نعمل بها اللازانيا. اللازانيا بالبسباس. أيوه. أي. اللي فيها كلافس وسفناريا محكوكين وبصل تقليهم وتحط معاهم اللحم المرحي. اون فوا تقلل اللحم المرحي تزيدوا الطماطم وتمرق وتخلي يطيب مع بعضه وهذيك الباز نتاع البولونيز هي اللي يقولوا لها البولونيز وهذيك اللي نحطوها ما بين البسباس. رفيق رفيق مش بالباز رفيق مش بالباز حتى تعرف مش بالباز رفيق. يلا انا نحب نختم معاكم ونحب نختم مع معاذ الله غالب بدينا الفقره مخر وتزربنا شويه ونحب للساده المشاهدين نقول لهم صدقوني قسما بالله هذا البرنامج ما كانش مبرمج اليوم لحد اتخذ القرار مع إدارة قناة حنا بعل البارح تقريبا في الليل باش حذرنا هالشيء هذايا معناتها ناس خدمة 24 ساعة. اعذرونا على ربما أخطائنا، اعذروني أنا اللي بعيد على التلفزة تقريبا عام كامل، اعذروا أصدقائي والكل اللي بعده شوية. إذا معناتها راو خدمنا في ظروف قياسية باش نكونوا حاضرين. تعرفوا الجو العام متاع البلاد هل الوباء اللي صار في العالم الكل وطبعا تونس من ضمنهم، قلنا باش نعملوا فاريتي ومنوعة في أغناء، قلنا لا وقعدنا متردين ولكن اتخذ القرار. الحياة تستمر، لابد أن نحاربوا أيضا هذه الأشياء الغريبة اللي تجينا بالسعادة وبالفرح وبالغناء وباللمة التونسية. وأنا اليوم حبيت نكون في لمة تونسية معاكم نهار الأحد. معاذ نخلي لك الكلمة الأخرى اللي كنتي في هذه الفقرة وبعد راجعين. أول حاجة حبيت نوجه رسالة تمنى للعائلة الرياضية، يعطيك الصحة أنه أعطيتني شرف أن نكون ضيفكم اليوم. فمهم برشا نطمنوا التوانسه، نطمنوا العائله الرياضيه الكل، نقولوا انه الرياضه معناتها جزء من حياتنا اليوميه، لكن المهم راهو معناتها صحه اولادنا، صحه الرياضيين نتاعنا. اليوم وزاره الشباب والرياضه خذت التدابير الوقائيه بالنسبه للظاهره هذه اللي ما نحبوش برشا نحثوا عليها ونسميوها. والله بالضبط، والله لا نحب انا نحبها فرح فرحه اليوم. اعطيوني اقوى اقوى اقوى، خلينا امان التونسي راهو تعب والله. وتعب حتى بالإشاعات أيضا، تعب حتى نقعدوا نحاولوا نقعدوا متمسكين إن شاء الله أزمة وتعدي. بهذا بالنسبة للجانب الرياضي نحب نقول لكم البلاتو حلو ودافي تلقائي برشا، جو عائلي كبير، كنت سعيد أني حاضر باسم الجامعة التونسية حبيت كرة اليد حبيت نشكركم وإن شاء الله معناتها تونس ربي يحفظها وإن شاء الله في أمان إن شاء الله. شكرا لك معاذ. مشاهدينا الكرام كما قلت لكم اعذرونا على عديد الأخطاء ربما اللي توجدت اليوم في ظروف المباشر. يلا إلى فاصل ثم نعود للفقرة الثانية من منوعة لحد. شكرا لكم ضيوف الكرام، يلا إلى فاصل.